التواجد العسكري الأمريكي، وأنه ليس كما يقوله بعض اللي ما أعرف يسميهم بالعراق، أنه هو من أجل مساعدة العراق، إنما هو من أجل مساعدة الكيان الإسرائيلي، حيث يعتقدون أن إيران ممكن أن تشكل هدفا. وبالتالي هذا الوجود العسكري الأمريكي يخالف الدستور العراقي صراحة، الذي يمنع استعمال العراق كمنصة وكقاعدة للاعتداء على مصالح دول الجوار. وبالتالي أنا أعتقد أنه يحتاج هنا ما يكون هذا الموضوع محل نزاع أو خلاف أو مزايدة، يحتاج أن يكون موقفنا جميعا نحن العراقيين تحت العنوان الوطني موقف واحد في رفض انتهاك الدستور ورفض إدخال العراق في صراعات ليس له فيها ناقة ولا جمل. أعتقد البرلمان العراقي قادر أن يتخذ هكذا قرار، وأعتقد أن القوات العراقية العسكرية والأمنية قادرة على أن تمنع أي محاولة.